كم واحد جاهز؟ كم واحد اليوم بده كلمة من يسوع؟ وبده لمسة من الروح القدس؟ نعم؟ شو هيدا؟ أمين. كيف كان؟ شو اسمه؟ أمين. أمين. هاليلو. ارفع كتابك المقدس، تعال نقولها مع بعض. خلينا نشوف إيديكم كلها هيك مرتفعة مع كتب مقدسة. خلينا نغيظ الشيطان بأنه عنا واحد. هاليلويا. مجدا ليسوع. خلينا نقولها سوا مع بعض. هذا هو كتابي المقدس. أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي. لا يوجد فيها تشويش. أنا جاهز كي أستقبل كلمة الإيمان التي تزرع فيا فتعطي ثمار 30، 60، و100. سوف أتغير بنعمة يسوع، سوف أتغير وبكل تأكيد أحقق كل مقاصد الله في حياتي. تعال يا روح الله اليوم أسكب علينا يا سيد. ديش نحن بحاجة يا رب لأنسكاب. فعيد هيك بلي صلي معي. يا رب ننتهر باسمك كل تشويش من هذا المكان، ومنعلن دمك على هذه القاعة. نشكرك يا رب لأن الكهرباء ما رح تشوشنا اليوم. باسم يسوع لك كل المجد يا رب، لك الكرامة، لك الحمد، لك الشكر يا قدوس. مبارك أنت. صلي أكثر، صلي أكثر بالروح القدس، صلي أكثر بالروح القدس، صلي أكثر بالروح القدس. لك كل المجد يا رب، لك كل المجد، لك كل المجد. هاللويا 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 هاللويا. نرفعك يا رب من كل قلوب. تعال نرنم هالترنيمة قبل ما تيجي الكهرباء لثواني، نكون هيك عم نحضر حالنا في محضر رب من أجل كلمة رب. ارفع يديك هيك معي واعلنا من كل قلبك، قول معي: نرفعك فوق الجميع وحدك ملك عظيم. نرفعك فوق كل الأرض، كل الأرض، ونأتي لك نسجد. المجد يا رب، لك الكرامة. هاللويا يا رب. اليوم نسلمك كل كلمة ما نقولها حبيبي. تعال أنت ملوك علينا. نطلب يا رب أنك تجي بروحك قدوس اليوم، ما تخلي ولا أحد اليوم من دون ما أنك تلمس ولمسة خاصة منك سيدي. أشكرك يا رب لأجل عملك، عظائمك، لأجل قوتك الحالة في هذه القاعة اليوم. افتح أذهاننا، قلوبنا، عيوننا لكي نفهم الكتب وقوة الله. أنت زيد يا رب، نحن ننقص، أنت ارتفع ونحن نخفض. ليس لنا فقط، ليسوع نعطي كل المجد. كل شعب الله يقول أمين ثم أمين. تفضلوا. هاللويا هاللويا هاللويا. نعم نعم، هو يوم 50، وهو اليوم الذي انسكب فيه الروح القدس على التلاميذ كما ليس من قبل. واليوم إذا بدي سمي هذه الوعظة، اليوم إذا بدي سمي هذه الكلمة اللي رح شركها معكم، بدي سميها هيك: من الجفاف إلى فيض المياه. اللي هيك لحد قال له: من الجفاف الى فيض المياه. وبتعرف اذا في شيء اليوم الرب بده يعمله معك وبده يعمله معك، هو بده انه يفيض علينا بامطار غير عاديه من السماء. اليوم نريد ان نرى امطار على حياتنا بعد سنين عديده من الجفاف. الاشخاص اللي سنين قاعده بالجفاف، اللي قاعده سنين بدون امطار الروح القدس، عندي خبر لك اليوم: الرب سوف يهطل عليك بأمطار من السماء غير عادية. هذا بقول مع مين يوم؟ قل له هيك لحدا، قل له: توقع اليوم، الرب رح بيزورك زيارة خاصة. والرائع طبعا بهذا الموضوع بأنه فهمنا طبعا لموضوع الأجواء، لأنه طبعا أريد أن أتحدث عن كيف الله بيغير الأجواء تبعك والأجواء تبعك. لكن فهمي لكل هذا الموضوع هو إعلان الرب قد علمني عنه من فترة، لكن ما بعرف ليش هلا أنا ولندن رجعني إلى هذا الموضوع، خاصة لما كنت في نهار كان كتير شوب. وعلى فكرة بالنسبة لي، للأشخاص ما بتعرف، لندن بالنسبة لي هي مثل الفاتيكان بالنسبة للكاثوليك. هاللويا، بروح لهونيك ما بعرف ليش بستقبل، ما بعرف ليش. أول ما بوصل على لندن فجأة السماء بتنفتح والروح القدس ببلش يكب علي. وشيء رائع بالاختبار تبعي، عشت هونيك يمكن الآن سنين بحياتي، صار لي كانت 8 سنين مش رايح، لكن هالسنة
بزيارتي في شيء كثير رائع حدث، بانه انتبهت للاجواء تبع لندن. انتبهت طبعا كان في نهار كان طقس منيح، لكن ثاني نهار فجاه شتى، ثالث نهار سقع وسقع، وبنهار كان في نهار منيح، كان في نهار حوالي 25 حراره، ثاني نهار صارت شي 10 وكان شتى، وبعدين كان سقع. يعني كملت اجواء لندن اللي انا بعرفها بهذا الوقت. بس فهمت بعض الامور عن الاجواء، وبدي هيك اليوم شاركها معكم من اجل انه انا وياك نتعلم كيف فينا نروح من اوقات الجفاف الى اوقات الامطار الغزيره. امين. الى اوقات هطول الامطار، لانه بدنا نقرا طبعا بالكتاب المقدس ونفهم بعض القصص، لكن خليني اشرح لك بعض الاشياء لليوم مع بعض اللي فهمتها. واحد من القصص اللي فهمتها بانه بالحقيقه الهنا، انا وياك دائما بنتذكر بانه الهنا مزارع. قال له هيك لحدك، قال له الهنا مزارع. وإلهنا طبعا بيشتغل محامي، هاليلويا يسوع. يسوع وبيشتغل الآب، بيشتغل مزارع، مجدا بيشتغل كمان مزارع. وللأشخاص اللي بتعرف هو طبيب أيضا، هاليلويا. واللي بيعرفه أيضا هو مهندس عظيم، مجدا ليسوع. أمين. لكن بالوقت الفراغ تبعه بيحب أنه يزرع الجنينة تبعه له، هاليلويا. أمين. وبيقول الكتاب المقدس بأنه خرج الزارع لكي يزرع، وبيعلم الكتاب المقدس بأنه الزارع كان الرب. قول معي، الزارع هو الرب. يسوع قال خرج الزارع ليزرع، وبعدين علم بأنه الزارع أو المزارع هو الرب. وبتعرف فهمت بأنه الزرع بده أجواء من أجل أن ينمى، هاليلويا. وبتعرف بأنه إذا أنت هلأ وضعت بذرة بالأرض بمكان ما، مش كل مكان هو كويس لأي نوع بذار أنه ينزرع. في محلات بتزرع قصص بتطلع، في محلات تزرع أساس ما بتطلع. الموضوع ما له دخل لا بالأرض ولا بالبزار، إلا دخل بالأجواء. عم سمعني؟ ومشان هيك أوقات الله بيزرع فيك وأرضك جيدة، لكن المشكلة هي بالأجواء. وأنا اليوم بدي شجعك بأنه صار فينا نعمل الحلو، أنه نحن هلأ صرنا بعصر 2016، بطلنا بعصر 10 أو 100 ميلاديا، وصرنا فاهمين بأنه بالحقيقة في بعض البزار إذا ما بتزبط بهذه الأجواء، نحن منخلق لها الأجواء تبعها. ما نسمعوني؟ قال له هيك لحدك، قال له ما أنا نخلق لهذه الأجواء، لأنه في أجواء ما الله اللي بيتحرك فيها. وأنا وياك اليوم نريد أنه نخلق هذه الأجواء من أجل أنه نشوف الله عم يتحرك في وسطنا، من أجل أنه نشوف القصص عم تتغير. في أجواء ينبغي أنك تغيرها، لأنه ما بينفع أن يكون في بزار في أرضك، ما بينفع أن يكون في قصص مزروعة بحياتك، لكن الأجواء اللي أنت عايش فيها هي أجواء غير ملائمة لأجل هذه البزار أنه تنمى. هذه البزار موجودة في داخلك، ومن أجل أنه تنمى وتصبح شتل وتصبح شجر مثمر وقادر أن يعطي ثمر غير عادي 30-60-100، عليك أنك تعمل على تغيير الأجواء. قول معي أجواء. بعد مرة أقول أجواء. عليك أن تعمل على تغيير الأجواء. وبتعرف من البداية الله، بتعرف نحن هلأ فينا نحط الحلو من كم سنة لورا، لما صارت مشكلة قديما بالخليج. للأشخاص اللي منكم فايقين بالثمانينات إذا ماني غلطان، أو بالسبعينات إذا ماني غلطان، بالثمانينات لربما، لما صار في مشكلة بالخليج مع أمريكا، وقف الخليجي يعطوا بترول للأمريكان. وقتها صار بأمريكا في مشكلة، صار في شح بالبترول، بطل في ناس تقدر تعبي بنزين بمحلات كتيرة. قامت أمريكا ردت على الخليج، بطلت تعطيهم قمح. قام من وقتها قرروا الخليجية وقرروا الأمريكان. الأمريكان قرروا إنه مش عايزين بقى الخليجية، رح نروح ندور على محلات نلاقي فيها بترول. بالحقيقة هلا عم طلعوا بترول من الصخر. هلا الأمريكان عندهم غاز أكثر من كل دول العالم، وطلعوا غاز. وبالخليج قرروا إنه يزرعوا القمح، بس الأجواء تبع الخليج ما بتنفع. ومشان هيك عملوا بيوت بلاستيكية. أنتم بتعرفوا إنه اليوم السعودية هو واحد من أكبر منتجي القمح في العالم ببلاد الصحراء. شو اللي عملوه؟ قال إنك تزرع هونيك في هذه الأرض ما بيعطيك قمح لأنه الأجواء مش جيدة، قاموا قرروا إنه يبنوا أجواء ليخلوا القمح يطلع. طيب حدا كله، أنت مسؤول إنك تغير الأجواء تبعك. إذا بدك
انك تشوف ثمار عم تطلع في حياتك، لانه كنا من بداية السنة عم نحكي ثمار. انا وانت محتاجين انه نبني اجواء تغير، تخلي لهيدي البذرة جو جميل من انه تكون عم تطلع وتثمر، جو ملائم من انه تكون عم تطلع وعم تثمر. اذا ما في هذا النوع من الجو السليم والملائم، ومشان هيك اليوم انا بقول لك مين هن الاشخاص اللي حول منك رح بيقولوا لي اذا كلمه الله في حياتك رح تثمر ايه ولا لا. انت مع مين عايش ومع مين عم ترافق ووين بتقعد وكيف بتتصرف وشو نوع الحياه اللي بتعيشها، بيقول لي اذا البزار اللي بحياتك رح تنمى ايه ولا لا. المشكلة مش إنه في أشخاص بيقعدوا يصلوا لأولادهم، رجال نساء بيصلوا لبعض يا رب الموس أولادي، بقول لك اسمعني أولادك سمعوا وعظ، أولادك سمعوا وعظ، سمعوا كلمة الله، لكن المشكلة إنه عايشين بأجواء غير ملائمة لأجل هذه الوعظ، لأجل هذه الكلمات أن تثمر وأن تنتج في حياتهم خلاص وشفاء وحرية ومجد وانتصار وازدهار. شو هي الأجواء اللي أنت عايش فيها ببيتك، بشغلك، بالمدرسة، بين الناس، بالجامعة، بالمعمل؟ أي نوع من الناس بترافق؟ أي جو أنت عايش فيه؟ لأنه هذا الجو بيقول إذا هالبزار اللي فيك رح تنمى إيه ولا لا. قول معي أجواء من جديد. نا بتعرف الشيء الرائع انه الرب من البداية علمنا بانه في اجواء لازم تتغير قبل ما كلمة الله تبلش تثمر. اذا بتلاحظ في بداية التكوين، انا بس عم حط لك الارضية لان بعمل بوعظ على فكرة، بس عم شارك معكم، هاليلويا، عم حط لك الارضية بس تنوصل لهونيك. واصلين نجوى، واصلين رايحين، حط حزام الامان وجهز حالك رايحين. لاحظ بسفر التكوين الله تكلم، قال بقول الكتاب المقدس في البدء خلق الله السماوات والأرض، عم بحكي من أول آية في التكوين، أول كلمات لله بنسمعها في الكتاب المقدس، قال خلق السماوات والأرض وكانت الأرض مقفرة وكانت الأرض الظلمة وتكتنف في الظلمة الأرض. ولاحظ شو بقول الكتاب المقدس، بقول الكتاب المقدس وكان روح الرب يرفرف على وجه المياه. لا بتعرف إذ الله نظر بين هلالين، هذا غير موضوع هلأ لأنه مش هذا موضوعي، بس مش الله اللي بيعمل كل شيء أسود ومشوش وكل شيء كله ظلمة وكل شيء كله شوك وحسك، يعني في شيء صار بهذه الأرض. إذا بيقول لي وبيقول لك بأنه بين الآية الأولى والآية الثانية في ملايين السنين، مش هيك هالأرض اللي نحن عايشين عليها عمرها ملايين السنين، الخليقة عمرها 6000 سنة، لكن الأرض عمرها ملايين سنين. هلأ قبل الخريقة الأدمية شو كان فيه ما بعرف، هذا موضوع آخر مش رح فوت فيه، لكن اللاهوتيين بيحكوا إشياء لربما أنه كان في خليقة، ومشان هيك فينا نشوف ديناصورات، لربما كان في ناس قبل آدم، مين بيعرف. لكن النقطة بأنه من آدم لحديث هلأ أنا وياك بنعرف أنه هالخليقة عمرها 6000 سنة، لكن بالبداية إذ الله نظر وشاف هذا النوع من الأجواء، قال هذه النوع من الأجواء غير قابلة أن تستقبل كلمة الله، ومشان هيك أرسل الروح القدس لكي يهيئ الأجواء. ثم قال الله، وأنا اليوم بدي أقول لك إذ يلمسك الروح القدس لا يلمسك فقط من أجل أنك ترجف أو تضحك أو تقع أو تمتلي أو تحكي ألسنة، لكن يلمسك من أجل أن يغير أجواء حياتك. مرة وإلى الأبد، فجأة استنال لمسة من القدوس اليوم، لا تعود تحيا، لا تخرج من هذه القاعة وتكمل حياة مثل ما كنت عايش طبيعيا، إنما بشكل آخر. قال كان روح الرب يرف على وجه المياه لكي يهيئ الأجواء من أجل أن تأتي كلمة الله. ثم قال الله ليكن نور فكان نور. اسمعوني أحبة، في يوم 50 هذا رح يكون يوم 50 تاريخي في كنيسة حياة فياضة، لأنك لن تكمل حياتك كما عايشها أصلا، لأنه أجواء هذا العالم أجواء ملبدة بالظلام. تعرف أنا بقول بعض الأحيان بشكر الرب أني طلبت الرب بالثمانينات،
بشكر رب اني صار لي اكثر من 33 سنة بالحياة ماشي مع يسوع. بدي اشكر رب انه طلبته، لكن في هذه الايام قديش ابليس عم بزيد الظلمة، لكن محل ما عم بزيد الظلمة هاليلويا النور بده يشع اكثر بعد. هذا العالم بغمرة التكنولوجيا، المواصلات والتواصل والقصص الموجودة في هذا العالم. تعرف امبارح عم بقرا انا وجاي على بريطانيا، رح بلشوا بالانجليز اول باسبور يصير على التليفون، بطل تحمل باسبور، صار التليفون تبعك والكارت تبعك. تخيل عم بحضروك للايام الاخيره. هذا التليفون هلا فيك تدفع فيه، تفوت على السوبر ماركت تدفع بالتليفون، بعدين بطل تحمل باسبور، تروح على البطاريات تعمل لهم هيك بالتليفون، بتقطع بيشوفوا كل شيء هن. الاخر بقول لك لشو تليفون؟ اكسر لك اياه انا. بيقوم بحطوا لك اياه هون هيك وحده بايدك، تفوت على المحلات هيك تشتري وبتبيع بايدك بجبينك، بعملوا تيتيت بجيب وحده هيك تيتيت على جبينك، تيتيت على ايدك. كيف هلا بقطع الاغراض؟ مين كان بيقول من 80 سنة أو 50 سنة لورا ما هذا بيقول لك أصلا تفوت على السوبر ماركت كان تلاقي أبو الياس حاطط قلم ورا داينته وميزان قديش بدك كم كيلو ويحسب لك إياهم على القلم والورقة، 2 كيلو تفاح 500، فاتورتك يطلع 5550، 5000 يلا روح. هذا فايق لهذيك الأيام؟ بعد في هلا؟ ونن شو عم تحكي؟ هذا وقف عنده الزمن. بس عم نتقرب نحو أجواء، تعرف شو أجواء؟ إنه إبليس عم يحكم العالم، لكن شوي شوي أنا وياك نعرف إنه إلهنا أقوى من الشيطان. وإذا أنا وياك بدنا نعيش شهادة مسيحية علينا أن نخرج من هذه الأجواء ونقول يا رب نريد أن نحيا في هذه في هذا العالم المظلم، لكن تحت مظلة أجواء الروح القدس، من أجل أن يرى العالم نورنا، من أجل أن يرى العالم يسوع اللي فينا فيمجد أبانا الذي في السماوات. إذا نحن جديين، اسمعني، أن نشوف نهضة مثل ما عم تصير بإندونيسيا، أن نشوف نهضة مثل ما عم تصير بالصين. تعرف بعد سنة 2025 الناس عم هلا بتعرف الإحصاءات، إذا بتكمل إشياء تصير بالصين ما هلا، الصين بصير أكبر بلد مسيحي بالعالم. آمين باسم يسوع. سنة 2025 إذا بتكمل هلا هيك مثل ما هني كملة، بصير الصين أكبر بلد مسيحي بالعالم. هللويا. تعرف الإشياء اللي بتشوفها أنا وياك اللي ببلش انك تقرر انك تطلع من محل، لكن تكون تحت محل تاني، تكون بغير نوع اجواء. اسمعني احبه، تذكروا بعمل الرسل 16، انا بعدني عم حضر لك الاجواء. هاليلويا. بعمل الرسل 16، تذكروا لما اجى بطرق بولس وانتهر الروح الشرير من هذه العرافه، قال بقول كتاب مقدس بعمل الرسل 16، ما عندي وقت فتلك فيهم مش هيك، بس لحفاظ على الوقت بسرعه بس بدي اقول لك اياهم، لكن انت روح اقريها بالبيت. اعمل الرسل 16 والاي 16 بقول هيك، بقول قال في يوم كنا ذاهبين الى مكان صلاه، شو قال الكتاب؟ قال والتقت فينا امراه فيها روح عرافه، قال كانت تكسب سادتها ربح كثير من وراء عرفتها. دائما في ناس بتعمل مصاري من اشياء غلط من زمان، دائما 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 في ناس بتغتني. تعرف انت انه مصايب ناس بتكون فرح لناس تانيين، اسمعني. تخيل هلا قديش سوريا هدول بيبيعوا توابيت قديش اختانوا هلا من ورا مصايب الناس، عمروا بنيات. ايه هلا توابيت صار ببيع بيعطيك شقفه. فيك تخيل معي بانه قديش في مصايب من وراها الناس تختني؟ على هذه الامراه كانت مصيبه لكثير ناس، لكن كانت عم تربح كثير ناس مصاري. وبقول الكتاب المقدس قال وكانت ريح بولس وسيلا كل الوقت وهي عم بتقول لهم، للرسول بولس ولا الرسول سيلا، عم بتقول لهم كل الوقت هؤلاء هم عبيد الله الذين ياتوا لكي يخبركم طريق خلاص. قال وفجاه تضايق بولس كثيرا ونظر الى هذه الامراه ونظر الى هذا الروح الامراه، قال باسم يسوع اخرج منها. قال فخرج في الحال
وبتعرف لما أخرج الروح من هذه الامرأة كل المدينة هزت. كنت عم فكر يا عمي واحد بولس راح يصلي ومرة فيها روح شرير. عم بولس انتهى الروح الشرير. ليش المدينة كلها بدها تهز؟ اسمعني يا أحبة، لأنه غير الأجواء تبع المدينة. اسمعني يا أحبة، في بعض الأحيان تدخل، تعرف رأينا بالتاريخ امرأتين بويلز، للأشخاص اللي بحب يقرأ تاريخ ويعرف بصارة النهضات، امرأتين بويلز عميان مع أسيس بيعظهم ليل مع نهار، الآخر شافوا أنه البلد عندهم بشي مشكلة، صاروا يصلوا للنهضة، واحدة عمرها 82 سنة، واحدة عمرها 84 سنة، بيو يصلوا للنهضة، وفجأة صار في نهضة بويلز. بقول الكتاب المقدس قال، مش الكتاب المقدس، التاريخ بعلمني بأنه كان كل يوم أكثر من 100,000 واحد عم يجي للرب بويلز. قال لدرجة أنه وصل لمحلات في واحد وعظ وعظة، صارت الناس مهدية بحيطان الكنيسة، الناس واقفة وين ما كان من أجل يقبلوا رب يسوع. لكن كيف بلشت؟ في 2 نسوان غيروا أجواء البلد كله. 82 سنة، 84 سنة عميان ما بيقشعوا، قاعدين بالكنيسة بيصلوا ليل مع نهار. 82 سنة، 84 سنة عميان، والرب عمل نهضة بكل البلد. كيف بتبلش؟ انك تبلش تغير أجواء البلد. كيف تبلش؟ انك تبلش تغير أجواء بيتك. كيف تبلش؟ بتبلش انك تغير أجواء الشغل تبعك. اسمعوني يا أحبة، بولس انتهر، اسمعني، بولس لم ينتهر هذه الامرأة، بولس انتهر الأجواء اللي عايشة فيها هذه الامرأة. اسمعني، وإذ انتهر هذه الأجواء خضت المدينة كلها. وبقول الكتاب المقدس بسبب هذا الموضوع أكل قتل بولس وسيلا، انجلدوا وفاتوا على الحبس. بعدين أنا عم تخيل بأنه هن بالحبس قاعدين هناك، إجا بولس وعم بيحكي مع سيلا، لما بقول الكتاب المقدس كانوا قاعدين بالحبس بس ما كانوا، لا يعني تخيل أكلين قتلة مجلودين مربطين إيدان وإجرايهم. بس تعرف الشيطان غبي. اسمعني، الشيطان غبي، بتعرف شو عمل؟ ربط إجرين، حط له سلاسل لبولس ولسيلا، سلاسل بإيديه وإجريه. بس إبليس مش عارف إنه قوتنا نحن مش بإيدينا وإجرينا، قوتنا بلساننا. هاللويا. إبليس غبي، سأل قالوا إنه هيك بيوقفهم يعني، بس إني قادرين يحكوا هاللويا. عم سمعني؟ وانهار اللي فتح تمه بولس وبلش يسبح الرب هو سيلا، غير أجواء الحبس، وفجأة انفتحت وتكسرت القيود وانفتحت كل الأبواب. اسمعني، إذ تريد أن ترى أبواب مفتوحة في حياتك، مسكرة، مسجون صار لك سنين، مقيد صار لك سنين، افتح تمك وبلش غير الأجواء في حياتك. سجن، قيود تتغير لما تبلش تغير الأجواء. افتح تمك وبلش غير أجواء، بلش يحكي شيء تاني. بولس قال له سيلا، سيلا دخلك، نحن شو كنا جايين نعمل؟ قالوا كنا رايحين نصلي. قال طب تعال نصلي. بولس ماذا سأل؟ كانوا رايحين على اجتماع صلاة، والتقوا بهذا الروح وفجأة صاروا بالحبس. اسمعني يا أحبة، لما بتصلي أنت خطير. قلوا هيك لحدك، قلوا لما بتصلي أنت خطير. مشان هيك الشيطان بيعمل كل شيء ليوقفك تصلي، بيعمل كل شيء ليوقفك تصلي، لأن لما بتصلي أنت خطير. اسمعني، أنت خطير مش بس لحياتك الخاصة، لأنه لما بتصلي رح بتغير مش بس حياتك الخاصة لكن الأجواء اللي فوقك. الأجواء، الله اليوم يريد أن يغير هذه الأجواء. وشيء من القصص اللي تعلمتها، روح معي إلى كتاب ملوك. هلأ بلشنا جاهزين؟
ما تخاف ما تخاف. بس إذا عطي موعد على الغداء بعت له مسج قل له رح أتأخر لي ساعة بعد. إذا عازم حدا على الغداء قل له ليك أحد الجاي. إذا أنت معزوم على الغداء قل له حط لي يوم تبروير جاي. هاليلويا. هذا يقول هاليلويا. ما عجبتني نجدي يقول هاليلويا. ملوكي لصحة 18 بقول كتاب المقدس. نعم الأول يتحدث كتاب المقدس عن مرحلة الجفاف اللي قطعت فيها إسرائيل في هذاك الوقت، شعب الله في هذاك الوقت. وهو الكتاب المقدس بأنه تنبأ لي ولم تمطر الأرض لثلاث سنين ونص. عم سمعوني؟ ناس عايشة بجفاف، وبهذاك الوقت مش مثل هلا. بهذاك الوقت ما بفيك تحلي مية البحر، بهذاك الوقت ما فيك تخلق مي تحفر يعني أبار كبيرة، فيك تحفر بيار لكن مش كثير مثل ما هلا. في حال صار جفاف، صار جفاف يعني مات المزروعات، يعني مات الماشية، يعني لم يعد هناك طعام، يعني صار في مجاعة. وتخيل لثلاث سنين ونص في جفاف، يعني شوف قديش الناس عايشة بجوع. لكن بيقول الكتاب المقدس بأنه بهذا الوقت الله قد أرسل لإيليا غربان من أجل أن تطعمه. يعني تخيل الله سخر لإيليا حيوانات، بيقول الكتاب المقدس عنا لم تكن حيوانات أليفة، لكن كانت حيوانات بالحسب الكتاب المقدس هي حيوانات نجسة من أجل أن تطعم رجل الله. بمعنى من المعاني الله سوف يستخدم هذا العالم مع نجاسته من أجل أن يوفر لك البركات بكل ما للكلمة المعنى. سوف يستخدم أي شيء في هذا العالم من أجل أن يباركك. إذا كنت تحيا بالإيمان أريدك أن تعرف أن هذا العالم سوف يعمل من أجلك. ما هذا عم تسمع علي؟ قل له هيك، قل له إن كنت تحيا بالإيمان قل له هيك لحدك. هذا العالم سوف يعمل من أجلك. انتم ملاحظين بانه يسوع لما اجوا قالوا له بدك تدفع الجزيه لقيصر، قام راح لعند بطرس قال له بطرس، قال له نعم سيدنا. انا بتخيل بطرس هيك امرك سيدنا. بطرس روح تصيد سمكه، قال له اوكي انا ربا شو بدك، اوكي كيف بتحبها مشويه ويل دان ولا ميديوم ويل؟ قال له لا انا ما عم بقول لك تصيد سمكه لانك كلها بطرس، بدي اياك تتصيد سمكه واول سمكه بتفتحها رح يطلع لك فيها خاتم. أول سمكة بتفتحها رح يطلع لك فيها مصاري، فتحت أمها بيطلع لك فيها مصاري، روح ادفع عني وعنك. ناب بطرس بحياته كلها صار له سنين صياد سمك، أول مرة بشوف إنه سمكة بتصرف عليه. هاليلويا. أول مرة سمكة بتصرف على بطرس ادفع عنه الضريبة، لأنه هذا العالم يعمل من أجلك. قلوا هيك لحدا كله من جديد، قلوا هذا العالم يعمل من أجلك إن كنت تحيا بالإيمان. آمين آمين. ما بسمعكم. آمين. ها من جديد قول معي، هذا العالم يعمل من أجلي إن كنت أحيا بالإيمان. ناس أنت اليوم تؤمن، أريدك أن تعرف أن الله سوف يسخر غربان الغراب. نحن نعرف الغراب كان حيوان شؤم. هذا بيقول لك غراب كوربو. كنت تحضر الدنيا هيك قديما؟ كم واحد كان يحضر الدنيا هيك ايام تلفزيون لبنان؟ بعض بحطوه يمكن. تذكروا كوكو بالدنيا هيك؟ شو هالكوربو الابيض واسود كخاتي تنفك؟ تذكروا كوكو بالدنيا هيك؟ الغراب هو حيوان نجس، لكن الله يستخدم الغراب من أجل أن يطعم رجالاته. وبقول الكتاب المقدس لكن فجأة إجاب إيليا وقال في شيء مشكلة، في مشكلة عنا هون، ما فينا نكمل هيك عايشين بجفاف. ومن أجل أن نطلع من هذا الجفاف علينا أن ننتقل إلى مرحلة أخرى، لازم أن نغير أجواء هذا البلد. إذا ما نطلع من هذا الجفاف علينا أن نقف بصوت واحد وبكلمة واحدة مع بعض من أجل أن نغير أجواء هذا البلد. وقال تعرفوا شو، جمعوا لي كل أنبياء البعل، جمعوا لي إياهم. بقول الكتاب المقدس قال واجتمع كل أنبياء البعل، عم بقرأ بملوك 18. أنبياء البعل يعني أنبياء إبليس الأرواح الشريرة
بقول هيك قال فرحوا جمعهم قال لهم تعالوا لكم تعالوا نعمل تحدي أنا وياكم منجيب ذبيحة ومنصلي اللي إلهه بيستجيب بنار بيكون هو الإله الصح تلعبوا هاللعبة قالوا له نلعب وقعدوا هيك بيقول الكتاب المقدس قال عم بقرأ من الآية فقال لي عند إذن الأنبياء البعل اختاروا لأنفسكم ثورا واحد عم بقرأ لي 25 وقربوا أولا لأنكم الأكثر عددا وادعوا باسم إلهتكم ولكن إياكم أن تشعلوا نارا فأحضروا الثور الذي أعطي لهم ووضعوها على المذبح وظلوا يدعون باسم البعل من الصباح إلى الظهر قائلين يا بعل استجب لنا فلم يكن هناك صوت أو مجيب فراحوا يرقصون حول المذبح عم تخيل مثل ما هلا تشوفوا من الحفلات الراقصة يا بعل مستيو بعل سيد بعل بعبوع بعبع بعلولو بيقول كده المقدس قال وعند الظهر سخر بهم إلي وقال ادعوا بصوت أعلى فهو حقا إله لعله مستغرق في التأمل أو في خلوة أو في سفر أو لعله نائم فسيستيقظ فشرعوا يهتفون بصوت أعلى ويمزقون أجسادهم مثل ما نشوفهم بعض الأحيان بحفلات الروك أو بحفلات صاخبة يمزقوا بأجسادهم على فكرة كل هذه القصص رمز لعبادات وثنية للأسف يا أحبة شبيب اليوم غرقانة فيها بين هلالين ومش عارفين حالهم بينه بالحال مبسوطين بحالهم على الموضة على مود على مود لكن عرف بأنه مش كل شيء اسمه موضة يعني هو من الرب بعض الأحيان في موضة بتخليك تكون مقيد للشيطان وعم تعبد بعل وانت مش عارف وكان هدوء تام في كنيسة الحياة الفياضة لأن الشبيب مش حابين يسمعوا هالكلمات ما قال الأسيس ما قال مبلا قلتها مبلا قلتها لو شو بدك يعني أعمل توب قال له يا رب بدي غير ما رح كمل هيك ها أنا ليسوع أو لبعل كوز اللي حدك سأل لي قال له أنت ليسوع أو لبعل بعل إذا بتحط له نقطة من فوق بصير بغل بين هلي لين هاللويا لك شو كمان قال فشرعوا يهتفون بصوت أعلى ومزقون أجسادهم بالسيوف والرماح كعادتهم قول معي كعادتهم يعني معودين انه يعملوا حفلات هيك اسمها حفلات اللي فيها هيدي القصص العجيبة الغريبة الحفلات اللي بيعملوا فيها قصص صاخبة بين هلين ما راح فوت بالتفاصيل لكن منشوفها اليوم والشبيبة واو بيروحوا بيحضروها لكن عندي خبر لك بانه هذه من اجل انك تغير اجواء البلد وبالحقيقة عم تغير اجواء البلد انه تشيل مجد الله وتحط محله غطاء ابليسي من اجل ان نرى القتل يحدث في بلداننا لكن من جديد اليوم انا واقف في بيروت وأقول للعالم العربي ككل باسم يسوع أتى الوقت أن نقف ونعلن باسم يسوع المسيح سوف يتغير أجواء لبنان والعالم العربي هاللويا وراح تبلش بالشبيبة راح تبلش بالشبيبة تكون غير نوع شبيبة هاللويا نعم 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 شايفها مثل ما شايفك اجا الوقت يا بعل وانقضت ساعات الظهر وظلوا يهدون صارخين حتى حل وقت اصعاد التقدمة المسائية من غير ان يكون هناك صوت او مجيب عند اذن قال الي للشعب كله تقدموا الي فدنا جميع الشعب منه لاحظ ورمم مذبح الرب المنهدم قول معي رمم مذبح الرب المنهدم بلشت تتغير الأجواء بأنك ترجع ترمم كل شيء مكسر بالرب بحياتك بتبلش تغير أجواء حياتك نهار بتقول أنا رح أرجع للخلوة اليومية أنا رح أرجع لقريتي بالكلمة أنا رح أرجع لأكون بالكنيسة أنا رح أرجع للخدمة أنا رح أرجع للصلاة أنا رح أرجع لحياتي مع يسوع
رمم المذبح المهدم. نسمعني، ما في شيء رح يتغير بحياتك إذا أنت ما قررت أنك تغير الأجواء. ما رح يتغير شيء. صلي من هلأ لعشرين سنة ما بتغير شيء إذا أنت ما غيرت الأجواء. حياتك كلها، أجواء بيتك، شغلك، عملك، تقول في شيء غلط. أنا مدعو من أجل أن أحيا بالمجد، بل صلي افتح تمك مثل عابل بولس وغير أجواءك، رمم المذبح المهدوم، مذبح الله المهدوم في حياتك. المكان، تعرف شو مذبح الله؟ المكان اللي بتتقابل فيه مع الرب. نحن هذا المكان هون نقول نسميه ألتر أو نسميه المذبح، اللي بتجي هون تتقابل فيه مع الرب. شنك بدعيك لقدام، بقول لك قرب لقدام تتقابل مع الرب. رمم المذبح المهدوم، بيقول تمدس قال ووضع عليه الحجارة الاثني عشر، رمز للوحدة، شيء آخر، وبنى بهذه الحجارة مذبحا باسم الرب، وحفر حوله قناة تسع نحو كيلتين من الحب، ثم نضد الحطب. بسرعة رح أجل لأن الوقت عم بيدهمني. بقول الكتاب المقدس وبتعرفوا كل أيتكم الآيات، وصلى إلي وكب مي على الذبيحة، وكب كيلتين وكب ثلاث كيلة. بتعرف شو يعني؟ يعني بتعرف أنا وياك بنعرف إنه الذبيحة بالحقيقة إذا في شيء عليه مي ما بيحترق. أم إلي قال لهم تعرف شو، أنا رح صعب لكم إياه، رح كب مي على الذبيحة، رح كب ثلاث، رح ملي الذبيحة مي. بقول الكتاب المقدس قال وصلى إلي أيها رب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل، ليعلم اليوم أنك أنت الله في إسرائيل وأني أنا عبدك وبأمرك قد أقدمت على هذه الأمور. استجبني يا رب، استجبني ليدرك هذا الشعب أنك أنت الرب الإله وأنك أنت ترد قلوبهم إليك. فنزلت نار من السماء التهمت المحرقة والحطب والحجارة والتراب ولحست ماء القناة. تخيل المي مش قادرة تتحمل نار الرب لأنه لم تكن نار عادية. أنا وياك منعرف أنه النار العادية تنطفي بالماء، لكن النار تبع الله بتحرق الماء حتى. كتاب المقدس بيقول قال ولما صار هيك شهد جميع بني إسرائيل فخروا ساجدين على وجودهم إلى الأرض هاتفين الرب هو الله، الرب هو الله. فجأة الأجواء تغيرت، الشعب صار يآمن. شو اللي تغير؟ الأجواء تغيرت. أجواء اللي كانت أجواء صخب وبارتي تعرف شو أجواء البعل؟ بدك تعرف شو كانت أجواء، بدك خبرك شو كانت حفلات تبع البعل؟ حفلات سكس وشرب وخبط بعضهم وزنا وتجريح. ورح خبركم شي، أنا رح يزعلوا مني الشبيبة بس ما علي، يزعلوا وتاتو وتفخيت للدينين وللنخير وما بعرف شو، بعدين بفختوا كمان شيء تاني، صاروا بيشربوا ماي بينزل ماي من وين ما كان قد ما فختين. تعرف هذه كانت من وين هي اجت؟ من عبادة البعل. انت مبسوطين انا ألا مود؟ انت مش ألا مود، انت ألا مود. عم تقول له تع تع يا شيطان، تع 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 ملوك على حياتي، تع. انت عم تقول له هيك، عم تفتح له بابك، قرب قرب تعال عندي، ومش عارف. بس انا عم خبرك اليوم. قلت لي ما حدا خبرني، بلا انا خبرتك. قلت لي ما سمعت، بلا اسمعني، بلا انا خبرتك، بلا خبرتك، خبرتك. اذا في شيء بده يتغير بحياتك بدك بلش تغير اجواءك. اذا بدك عن جد الرب يعمل بحياتك، اذا بدك عن جد انه الله يغيرك، طلع من هنيك ونغير هذه الاجواء ونفوت على أجواء عبادة الله. خلي بلادنا تعبد الله. ليه في فساد بالبلد؟ ما حدا بيحكي. ليه في قصص عم بتصير بالبلد؟ ما حدا بيحكي. ليه كل القصص عم؟ لأنه في أجواء مش أجواء طاهرة، أجواء سرقة ونهب وقتل وإجرام، وأجواء ما في حدا بيمشي مع التاني. لكن أنا وأنت اليوم تقولي شو قادرين نعمل؟ عندي خبر لك، يسوع بخمس ترخ في سمكتين طعم 20,000. حطهم بين ايدين الرب، هو قادر يعمل كثير. هاليلويا. اسمعني احبه، حيش تتطلع ونتطلع انا وياك على كبر المهمه اللي محطوطه قدامنا، 350 مليون عربي، لكن خلينا نتطلع على كبر الاله اللي نحن بنعبده. كم واحد بيقول الهنا قادر؟ ها، كل شيء محتاجين نعمله نحطه بين ايديه. ها، شو ما بسمعكم؟ نعم. كيف هيدي شو اسمها؟
نعم. بقول الكتاب المقدس قال وبعدما انقضى على كل أنبياء البعل قال إليا لأخاب اصعد كل واشرب لأني أسمع صوت دوي المطر. وكلكم تعرفوا لسه كمان حتى لي اختصر الوقت وبقول كتاب المقدس صلى 7 مرات إليا لمش هذا هو وقتي هلأ مش هذا هو الموضوع لكن بالآخر الفيض من المطر أتى على الأرض من الجفاف إلى المطر. اسمعني قبل ما تطلع من الجفاف إلى المطر رح تواجه الأجواء ورح تشوف النيران وعندها رح بتشوف المطر. بدك المطر يرجع يجي؟ بدك الانتعاش؟ تعرف شو المطر؟ الانتعاش النهضة. بدك المطر يرجع يجي؟ المطر بيجي لما أنا وياك نبلش نرمم المذبح، أنا وياك نبلش نغير الأجواء، أنا وياك نبلش نفتح تمنا ونحكي للأنبياء هيدول ونواجه الأشياء وما بقى نسير حدا. شبيبي ما تزعلوا مني بس أنا ما فيني سيرك بقى، اللي عم تعملوه غلط. أهلهم ما تزعلوا مني، تقول إيه هلا جرحت لي ابني، معلش 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 إلى عين. خليه جرح ما عليه. ده الحقيقة لا. والكتاب المقدس بعد شغلة واحدة وبهني بعد ما صار هيك. في قصة كتير كتير حلوة. إجت إيزو بقول كتاب المقدس وأخبر أخاب بالإصحاح 19 إيزابل أخبر أخاب إيزابل بما صنعه إيليا. قال إيزو أتوي شري قال تعالى خبرك شو عمل إلياس. لأن هلا ما بقى حدا يقول الياس بتمكن بالك عم بحضر باسكت. قالوا هلا معنا المراسل تبعنا إلياس. بلبنان ما بقى في الياس في إلياس، ما بقى في جوزيف في جوزيف. جورج بيضحكوني اللبنانيين، انتو سوريين عم تشوفوا قصص غريبه عجيبه بالبلد ها. شو اسمك مسيو؟ الياس. الياس لا مش الياس الياس. وقالت له لالياس، قالت له الياس اجا ايليا. اوكي شو عمل؟ بقول كتاب المقدس قال اجا ايليا وقتل كل انبياء البعل. فبعثت ايزابل، ليك شو قال كتاب المقدس بالآية 2 من إصحاح 19 هذه النبية الشيطانية الكاذبة. وقالت هيك بعثت إيزابل رسولا إلى إيليا قائلة وحياة الآلهة لتعاقبني الآلهة أشد عقاب. ليك شو قال؟ إن لم أقتلك في مثل هذا الوقت غدا فتكون كمثل الذين قتلتهم. إيزو عندك 24 ساعة، 24 ساعة رح بقتلك. كم واحد بيعرف إنه أنبياء البعل بيعرفوا يحكوا كتير، لكن قطع 24 ساعة وإليا بقى حي، وقطع 48 ساعة وإليا بقى حي، وقطع 72 ساعة وإليا بقى حي، وقطع 96 ساعة وإليا بقى حي، وقطع أسبوع وإليا بقى حي، وقطع شهر وإليا بقى حي، وقطع سنة وإليا بقى حي، وقطع 10 سنين وإليا بقى حي، وقطع 2800 سنة وإليا مازال حي. هاليلويا. من هيداك الوقت لحديت هلا 2800 سنة أسيستوني. لا يستطيع إبليس أن يقول لك متى تحيا ومتى تموت. إن كان الله قد دعاك لا يستطيع الشيطان أن يقف أمامك.
وسوف تتحول الجفاف إلى أمطار. هاليلويا. ما زال حي إلى الآن إيليا. قالت له معك 24 ساعة. ما زال حي إلى الآن. أنا وياك بنعرف أنه إجت مركبات نار وأخذته إلى السماء. ما زال حي. لكن كيف اختبر هذا إيليا؟ كان ينبغي أنه يقطع بقول لك ماذا بسرعة. لأنه ما عندي وقت وما نصلي. قال ثم هبت ريح. رب قال له بالآية 11 اخرج وقف على جبل أمامي لأنه مزمع أن أعبر. ثم هبت ريح عاتية شقت الجبال وحطمت الصخور. قول معي ريح عاتية شقت الجبال حطمت الصخور. الرب ما كان فيها. لاحظ ثم حدث زلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة. وبعد الزلزلة اجتازت به نار ولم يكن الرب في النار. وبعد النار رفع في مسامع إلي صوت منخفض هامس. فلما سمع إلي الصوت لف وجهه بردائه وخرج وقف في باب الكهف. اسمعني. حدثت رياح. حدثت زلازل. وحدثت نيران قبل ما إلي يسمع صوت الرب. اسمعني. توقع. إذا أنت عن جد بدك تشوف الجفاف يزول. توقع بأنك رح تجتاز بالرياح. ورح تجتاز بالزلازل. ورح يوعدك إبليس بإني رح أقتلك. ويبعث لك إيزو وتقول لك هاي آخر سنة رح توقع. أنا ورح يبعث لك نار. ورح يخرب الدنيا حول منك. لكن لما بتجتاز بكل هيدول ارفع يديك وقلبك ووجهك رح بتشوف أمطار غير عادية رح تنزل على حياتك. كم واحد جاهز اليوم؟ اسمعني أحب الرب عم بقول والكلمة هي لألك اليوم. يريد اليوم أن يلمس أرضك. كل واحد منكم اليوم فيه يحكي ألسنة. كل واحد. كل واحد فيه يمتلئ. إذا أنت مؤمن. إذا أنت مولود ولادة جديدة. إذا أنت مهيأ. وكل واحد منكم اليوم فيه يكون عم بيمتلئ من روح القدس. وفي اليوم يغير أجواءه لأنه تذكر بأنه قبل ما الرب ببلش يحكي بيرف الروح القدس. وببلش تغير أجواءك.